أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر أرسلت خلال السنوات السابقة العديد من القوافل الطبية في تخصصات مختلفة إلى دولة تشاد وخلال استقباله وزير الصحة التشادي عبد المجيد عبد الله ناقش وزير الصحة سبل تعزيز التعاون لدعم جمهورية تشاد بالقوافل الطبية في مختلف المجالات الصحية.